أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين عبر التغطية المستمرة من قناة الأيام الفضائية حول الأحداث المتسارعة في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، وما زال التهور من الكلب المسعور الصهيوني وعلى رأس كبيرهم الكلب الكبير نتنياهو. الاعتداءات مستمرة مو فقط اليوم على الضاحية الجنوبية في لبنان أو في غزة، بل وصلت الاعتداءات على شريط الحدودي بين العراق وسوريا، وأيضا بالداخل السوري بالقرب من العاصمة دمشق. وقبل ساعات قليلة وصلت طائرة الشر الصهيونية إلى ميناء الحديدة في اليمن السعيد. كل هذه الأحداث اليوم راح نتكلم بها، لأن أغلب المحللين، أغلب اليوم الأكاديميين يقولون أن فترة ما قبل استشهاد السيد حسن نصر الله تختلف عن فترة اليوم ما بعد الاستشهاد. فراح نتكلم على موضوع الخطوط الحمر اليوم، أو الأمور اللي حقيقة كانت هناك نقاط أساسية أو قواعد اللعبة التي تغيرت وقواعد الحرب التي تغيرت. كانت هناك خطوط حمراء على موضوعة المدنيين وغيرها، وكان حزب الله والمقاومة في محور المقاومة عموما مو فقط في لبنان كانت ملتزمة بهذا الموضوع. كسرت هذا الموضوع الآلة الصهيونية الإرهابية. راح نتحدث بكل هذه المواضيع بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أن هذه البنية لم تتزلزل ولم تهتز، لم تتزلزل ولم تهتز، بل أقول لكم أكثر من ذلك، بحمد الله عز وجل وبتواكم الجهود وبركة دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين والجوحى والقادة والكوادر في كل المستويات من 1982 إلى اليوم، هذه البنية هي من القوة والمتانة والقدرة والعدة والعديد والتماسك ما لا تهزه جريمة كبرى بهذا الحجم. كونوا مطمئنين. لكل الأصدقاء والمحبين اللي قلقوا في العالم ومن حقهم، لأنه اللي صار ضخم وكبير، أود أن أطمئنهم من موقع المعرفة والمسؤولية وليس من موقع المكابرة على الإطلاق. بنيتنا الحمد لله كبيرة وقوية ومتينة ومتماسكة، وقدراتنا كبيرة واستعداداتنا عالية. وليعرف العدو أن ما حصل لن يمس لا بنيتنا ولا إرادتنا ولا عزمنا ولا تماسكنا ولا قدرتنا ولا نظام القيادة والسيطرة عندنا ولا جهوزيتنا ولا حضورنا في الجبهات، بل سيزيدنا قوة ومتانة وصلابة وحضورا. وكونوا على يقين. هنيئا لك الشهادة يا سيد الجنوب. أحبتي المشاهدين، اسمحوا لي أن أرحب بضيوفنا الأكارم في الاستوديو، الأستاذ مفيد السعيدي الباحث بالشأن السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ مفيد. ونرحب بضيفتنا من سوريا الست نسرين علي الباحثة بالشؤون الإقليمية والدولية. أهلا بك ست نسرين. مساء الخير وعظم الله أجرك. أجورنا وأجوركم. نعود أو نبدأ مع الأستاذ مفيد السعيدي. أدخل بحلقتنا لهذا اليوم من كلام السيد حسن نصر الله رحمه الله، هذا الشهيد العظيم اللي تحدث أنه أي ضربة لحزب الله إن كانت بخسارة قائد كبير، بخسارة اليوم قائد ميداني، قائد سياسي بالحزب، لمجموعة مثلا قائد مجموعة الرضوان وغيرها من هذا اليوم المسميات الكبيرة وتشكيلات الحزب الكبيرة والمهمة، ولكن اليوم نحن نتحدث عن خسارة رأس المقاومة، سيد المقاومة، سيد حسن نصر الله. هل ممكن لا سامح الله نشاهد تراجع بحيوية بحماس حزب الله في لبنان؟ نعم، عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب. طبعا عملية الاستشهاد هي متوقعة، لأن يعني هذا الطريق هو أما النصرة والشهادة، ومعروف اللي يسير على طريق أبي الأحرار إمام حسين يتوقع أن تكون الشهادة يوم أو غدا أو في أي لحظة، لأنه هو متبني
بالتالي العدو بالمقابل هو ليس بالعدو اللي يحترم قواعد اللعبة وقواعد الحرب مهما تكون قوميته وديانته وحتى إجرامه. اليوم نواجه أعتى إجرام على وجه الأرض شهدت الأرض وشهدت التاريخ هو الكيان الغاصب الموجود، لا يأتبي ولا يرتبط لأي قوانين دولية وأعراف وحتى لشرائع السماوية، فذهب باتجاه الإبادة. فعملية الاستشهاد نعم هي مؤلمة وخسارة، لكن شوف لاحظ بعد استشهاد وفقدان قائد تولد بعده قادة لطريق المقاومة وطريق الجهاد، وليس طريق ينتهي بانتهاء القيادة ماته. ولو كانت انتهاء وباستشهاد قائده لرأينا معسكر الإمام حسين وثورة الإمام حسين قد انتهت، وحتى الرسالة السماوية تنتهي بوفاة أو استشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. بقدر ما يزداد قوة وتزداد صلابة وتزداد رؤية أكثر باتجاه الانقضاض على العدو والانتهاء وتسجيل انتصارات في سجلاته. اليوم نعم ربما الضربة كانت موجعة نعتبر بها صراحة، اللي هي قبلها كان هناك استشهاد بعض القادة في حزب الله من فؤاد شكر وغيره، وأخيرة هي اللي حدثت عملية الاستشهاد المؤلمة. لكن اليوم الحزب الله هو ليس حزب مصفوف فيه فقط في قادته، إن كان أي قادة من قادة الشهداء، بقدر ما يكون كل فرد من عنده هو يعتبر قائد. حتى عملية التشكيلات التي كان يستخدمها هي عبارة عن مجاميع صغيرة ولديهم صلاحيات القائد الأعلى في هذا، فيتصرفون ويتخذون قرار مناسب في الساعة المناسبة. وتلاحظ على مدار 32 عام من قيادة السيد حسن نصر الله هي انتصارات يتلي انتصار، فذلك هناك انهزامات للكيان الصهيوني وانحساره. هم قد توهموا أرادوا أن يسجلوا نصر، كذلك ربما الكيان وعلى رأسه نتنياهو من خلال الضغوط الداخلية للسياسية أراد أن يسجل انتصار خارج الساحة كما سجل من قبله في حساباتهم طبعا انتصار عندما قضي على داعش وهزمت اللعبة الأمريكية، سجلوا انتصار خارج الساحة المواجهة، فذهبوا باستشهاد قادة نصر وعملية اغتيال منظمة وإجرامية منظمة. اليوم كذلك هو ذات السيناريو، هروب من ساحة المعركة ومن المواجهة مع القسام في غزة. احنا نتكلم عن تاريخ وعن امكانيات وعن قدرات ابناء المقاومة في غزة تختلف عما حزب الله، كذلك المناور والمساحة، واستطاع لديها تاريخ سجل وانتصارات وطرد اسرائيل في سنوات عديدة واخر حرب 2006. ونلاحظ اليوم غزة على مدار السنوات من بداية الاحتلال لغاية هذا اليوم ابناء المقاومة يسجلون انتصارات، لكن قياسا بانتظارات حزب الله تختلف. فلذا هم هربوا من ساحة وهم بالضبط مقبلين على ذكرى سنوية الأولى، وهم لم يسجلوا أي عملية عسكرية حققت على أرض الواقع من قبل أن ينهوا حماس أو يسجلوا نقاط في الحزب المعادات العسكرية على حماس، فذهبوا إلى ساحة أوسع وفتح الساحة باتجاه حزب الله وهم يعتبرون أخطر. لكن اليوم قد فتحوا الباب على مصراعيه، إن كان السيد نصر الله باب واحد أو نافذة واحدة من بعد السيد الموسوي، لكن اليوم السيد المقبل صفي الدين إن شاء الله هو المقبل أكثر شدة وأكثر بأسا باتجاه إسرائيل. سنتكلم بموضوع الزعامة في حزب الله. دعني أرحب من جديد بالباحثة بالشؤون الإقليمية والدولية الست نسرين علي منصور. نرحب بيك من جديد ست نسرين. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقدم لكم التعازي، ونعلم العلاقه الكبيره والاخويه التي تربط اليوم حزب الله وسوريا عموما. سوريا وقت الازمات وجدت حزب الله، وحتى حزب الله وقت الازمات اللي موجوده في لبنان وجد سوريا امامه للاستعانه بها. اريد اعرف اليوم اهميه اليوم استشهاد السيد حسن نصر الله، ردود الافعال الحكوميه الرسميه في سوريا والشعبيه ايضا. اولا عظم الله اجركم. اذا اردنا ان نتحدث من منطلق العاطفه، لا يوجد بيت سوري الا وبكت عيناه على استشهاد السيد حسن نصر الله، والذي اسميته شيخ المقاومين، شيخ شهداء المقاومين في العصر الحالي. نعم. لقد كان استشهاده
هو متوقع لأنه طالما طلب الشهادة، ولا وليس من المنطق أن تكون نهاية بطل كالسيد حسن نصر الله إلا أن تكون الشهادة، بالضبط. لأنه كان متقدم في كل المعارك التي خاضها عبر تاريخ نضاله الطويل في مختلف تسلسل قياداته، سواء على أرض لبنان أو على أرض سوريا مساندة لسوريا أو قبلها بكثير في كل جبهات المقاومة على مستوى العالم، وبنصرته لحركات المقاومة والتحرر العالمية، وآخرها في جبهة إسناد فلسطين التي أعلنها ضمنا وصراحة وعلانية. لذلك إذا أردنا أن نتحدث عن الموقف الشعبي والموقف الحكومي في سوريا فهو متكامل تماماً، لجهة الحزن الكبير الذي اعترى جميع القلوب، جميع الشرفاء، جميع الوطنيين. هناك علاقة صداقة طيبة، والسيد حسن من الناس الذين رحمه الله وأحسن مثواه من الناس الدميتين طيبي الخلق المبتسمين دائماً، الذين يتركون انطباعا جميلا لكل من يراه وكل من يلتقيه وكل من يسمع لخطاباته. والجميل في الأمر أن على مستوى سوريا شعبا وحكومة كان الموقف واحد، وهو تعظيم هذا المصاب الجلل، ولكن بالمقابل نحن نعرف ذلك كمحور مقاومة بأننا سنزف المزيد من الشهداء والمزيد من القادة. ويكفينا فخرا أن نهجا نؤمن به ونسير عليه كنهج المقاومة يكون قادتنا في مقدمة شهدائنا، وهذا دليل على عمق الإيمان وعمق النهج المقاوم وعمق العقيدة الموجودة. كما قلت لك، كان وحضرتك أسلفت، كان للسيد حسن نصر الله وحركة المقاومة الإسلامية دور كبير جدا في إسنادنا حتى في حربنا في سوريا ضد الجماعات الإرهابية وضد المجموعات المسلحة، والتي كانت موجودة في لا سيما حدودنا مع لبنان في منطقة القصير وفي محافظة حمص للجهة الغربية. فكان لحزب الله والسيد حسن نصر الله دور كبير جدا في إسناد الجبهة السورية في هذه المواقع. كما كنا في عام 2006 قد فتحنا بيوتنا لجميع المقاومين وأهالي المقاومين، وبالرغم من كل من أراد أن يصطاد في الماء العكر لما كان وضع اللاجئين السوريين في لبنان خلال الفترة الماضية، وبأنه يجب أن يكون الرد السوري والأهالي في سوريا والشعب في سوريا يجب أن يعامل اللبنانيين عامة كما عاملوا اللاجئين السوريين في لبنان، بأنهم رافضينهم ولا يريدون أن يكونوا متواجدين، ولكن لم يكن الموضوع كذلك أبدا. فبيوتنا اليوم مفتوحة منذ بدء العدوان الغاشم للكيان الصهيوني الغاصب على لبنان عامة وعلى الجنوب خاصة. بيوتنا مفتوحة والتسهيلات الشعبية كثيرة. أضف إلى ذلك فيما يخص الرد الحكومي، فاليوم أرسل السيد الرئيس بشار الأسد ببرقية تعزية باسم الرئيس الجمهورية العربية السورية باستشهاد حسن نصر الله، وهناك علاقة صداقة طيبة وعميقة واحترام متبادل ومحبة شخصية على الصعيد الشخصي بين السيد حسن والسيد الرئيس بشار حافظ الأسد. إضافة إلى ذلك، هناك الكثير من التسهيلات الحكومية التي منحت لكل من دخل إلى سوريا عن طريق هربا من الأحداث أو نجاة بأطفالهم ونسائهم. المقاومون الرجال لم يأتوا إلى سوريا، بل هم في جبهات القتال، ولكن عوائلهم المستضعفين منهم المرضى الأطفال النساء فتحت البيوت لهم. التسهيلات الحكومية كانت المصارف المتنقلة على الحدود اللبنانية السورية من أجل تزويدهم بكل ما يحتاجون إليه، المنظمات الحكومية والمنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المحلي ومنظمات الخيرية هي على الحدود لتأمين كل ما يريدون. البيوت مفتوحة، خصصت مراكز إيواء، شبكة الاتصالات السورية منحت الخطوط ومنحت باقات الانترنت المجانية لمن أتى من لبنان سواء كان بارك الله بيكم أو سواء كان لبنانيا. فالتسهيلات
حكومية كثيرة، موضوع صدر قرار عفوا. نعم. هناك رسم دخول إلى سوريا، هو ليس رسم دخول ولكن هو تصريف مبلغ معين تم إيقاف التعامل به من أجل التيسير والتسهيل على أهلنا الداخلين إلى الأراضي السورية في هذه الأيام. فهذا إذا كنت نعم. تريد أن تعرف ما هو الردود المبدئية للموضوع. هذه المواقف المشرفة لسوريا غير غريبة، هي قلبا وقالبا سواء رسمية أو غير رسمية، من محللين سياسيين، من أكاديميين، من غيرهم، كانت تدين بشدة هذا الاعتداء الغاشم. وخلال مسار الحلقة سوف نتحدث عن أن هذا الاعتداء هو التصرف بمبدأ رد الفعل. لو كان الكيان الصهيوني الغاصب وقياداته ومن يستلم زمام الأمور في أخذ القرار العسكري أو القرار السياسي فيه لما أتوا على هكذا فعل، لأنهم هم يألمون، ولكننا نحن نرجو من الله ما لا يرجو. ربي يحفظكم. وكيل سوريا دائما سباق لفعل الخير رغم الظروف الصعبة أيضا التي تعيشها سوريا من حصار اقتصادي وغير من الأمور. أكيد سأعود لك ست نسرين علي من سوريا، أعود مع الأستاذ مفيد السعيدي. نعود إلى موضوعنا اللي توقفنا عليه. خلافة السيد حسن نصر الله، التقارير تقول أن السيد حسن نصر الله دبلوماسي مبتسم، ممكن يقبل بأمور، ممكن لا يقبل بأمور، لديه مرونة بعض الشيء. أما الخليفة القادم السيد صفي الدين، هاشم صفي الدين حفظه الله إن شاء الله وبرعايته وأبعد عنه كل مخاطر الصهيونية يا رب، شخص حدي يميل إلى العسكر أكثر، يميل إلى المواجهة إلى الميدان. هل ممكن تتندم إسرائيل باغتيالها للسيد حسن نصر الله؟ قلت لك في بداية حديثنا بأن هي زفة بشرى باغتيال واستشهاد السيد الموسوي في وقتها، وقالوا سننام هنيين وقد انتهت الحرب. ولدت لدينا حسن نصر الله بهذه البشاشة وبهذه الروح الطيبة والسياسة والبعد الاستراتيجي، هو ذاقهم الأمرين. المواصفات يمتلكها السيد حسن هي مواصفات تكون فريدة. نعم. في ظل الظروف الذي مر بها السيد من خلال الحروب، من خلال التطور التكنولوجي اللي صار، متغيرات ومجريات الأحداث اليوم، ربما تقديرات الله سبحانه وتعالى نحتاج أن تكون هناك شخصيات حادة في التعامل، كما ترى بعض الدول الغربية منها، وحتى لا أريد نرجع على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكل مرحلة يكون لها شخص، هو شخص مرحلة ترسمه الإدارة الخاصة وترسم مراكز أبحاث، أن يكون هذا الشخص في هذه المرحلة تحتاج أن تكون لديه صلابة. تدبيرات الله سبحانه وتعالى مع حزب الله، ربما تدخل إلهي، تدخل إلهي في هذا الجانب، والاحتاج في هذه الظروف أن تكون هناك حدية. نعم السيد ربما كان في كل خطاباته ويتكلم بحدية وبندية ووضع رأسه أعلى من رأس الخصم في ظل المتغيرات والتكنولوجيا، وحتى في ظل الإمكانيات الموجودة لديه ثقة عالية بأن النصر سيكون حليف. السيد المقبل بالتأكيد يحتاج إسرائيل اليوم أن تكون هناك ضربات موجعة، لا نحتاج إلى تكتيك في هذا الجانب. عملية لا سمح الله الاجتياح لبنان و انكسار حزب الله، هذا انكسارة كبيرة للوسط المقاوم بالذات في المنطقة والعالم، تعتبر اليوم هو يرى اليوم بالقبال يرى حزب الله في هذا الجانب، وأنا أستبعد أن يكون ذلك بقدر ليش نستبعد؟ لأن الإمكانيات السبرانية والقدرة الصاروخية والروح الجهادية لدى أفراد المقاومة في لبنان جدا عالية والجهوزية جدا عالية، لم يتأثروا بهذا، لم يتأثروا بعمليات اللي حدثت من خلال أجهزة الاتصال أو من خلال بث الشائعات، واستطاعوا أن يديروا الأمور وهم قادة أزمة. ولدوا اليوم الموجودين يعني في سدة القيادة، هم ولدوا في أزمات وفي حروب متكررة، فلا يقبل ذلك. لا ننسى أيضا ربما التفوق العقلي والتكنولوجي الذي تمتلكه فصائل المقاومة جدا عالي،
يضاهي، بدليل يوم أمس كان هناك صاروخ على مطار بغوارين، كان هناك المعلومات نعم. مع وصول نتنياهو. إذن وفعلا كانت معلومة دقيقة يعني، دقيقة ولكن لم يوصل حتى نعم. هناك أخبار عن إصابته في رأسه أو نعم كانت إشاعات طلع حتى لو كانت إشاعات نعم. ولكن الضربة كانت مع وصوله، هذا شيء مؤكد. الأول تحديد الهدف، الإحداثية في تحديد الهدف، المعلومة بوصول الطائرة الإسرائيلية، المعلومة بوصول الطائرة. ثلاثة، تحدث الأنظمة الاستشعارية والمقلاع والقبة الحديدية وعلى مطار، وعلى مطار يعني. لا أنسى أيضا اليوم الإمكانية لدى المقاومة في ظل ربما اليوم الإسرائيلي في أهب استعداداتها، فكل مستعدة وكلها تتراقب وتنتظر، وهي ضربات المقاومة تحقق أهداف داخل بالضبط. أحد الأخبار الآن أنه بعد استشهاد السيد حسن نصر الله طلع نتنياهو بقرار بعودة الأطفال في المجتمع الصهيوني إلى مدارسهم من يوم غد، ولكن بعد الضربات الصاروخية اليوم لحزب الله، إعلام العدو عقب الضربات الصاروخية من حزب الله، نتنياهو يريد السماح للأطفال بالذهاب إلى المدرسة غدا، أصيب بجنون. الآن هناك بعض المشاورات لتجميد عودة الأطفال في المجتمع الإسرائيلي إلى المدارس، على الرغم أن إلى الآن حزب الله لم يستهدف أي أمور مدنية، ولن يستهدف مدنية. هذا شوف هذا ممكن السياقات. الآن الخطوط الحمراء أزيلت، يعني شوف هناك خطوط حمراء هم متنوعة درجة اللون. الأول في أدبيات المقاومة هو لم يستهدف مدنيين، ودليل على كلامه لو كان استهداف مدنيين كان جنود الكيان الغاصب عندما بصورة عامة أتكلم عن المقاومة أسروا في 7 تشرين وعمل بمعاملة الأسير، هو أسير وليد رافع سلاحه ويريد أن يقضي عليك، تعامل بكل أعلى درجات الإنسانية والرق حتى المواطنين الذي كانوا من ضمن المحتجزين والأسرى. هذه أدبيات المقاومة. بأول خطاب لسماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله، شهيد السيد حسن نصر الله، بعد 7 أكتوبر وجه رسالة للعدو الصهيوني، قال له العسكري بالعسكري والمدني بالمدني والمدرسة بالمدرسة. إذن اليوم العدو الصهيوني وصل إلى حماقته وتهوره إلى ضرب مجمعات سكنية، مدارس، استشهد أطفال، مدنيين، نساء. إذن اليوم قواعد الحرب تغيرت بشكل كبير جدا. أنا أقول لك من عدها ما الذي يمنح حزب الله يوم أمس كان لن خلال الفترة السابقة كان هناك عمليات استهداف لمطارات عسكرية ولتكنات عسكرية واستخباراتية. يوم أمس اختلفت الساحة، كان هناك قصف استهداف محكمة الرئيسية في تريان واستهداف بعض الأماكن الحكومية. المرحلة الثانية من مرحلة العسكر سنقل إلى الأجهزة الحكومية، المباني الحكومية والمنشآت الحكومية، كذلك الطاقة والتوريد. حتى موضوع شوف حزب الله عند بنك أهداف واسع جدا وتحت اليد، عرضها بإصدارات الهدهد وكثير من الأمور. فلذا هو يخشى الكيان أن ينأى بخسائر أكثر ما هو ينأى بالخسائر العسكرية. العسكرية على تعتيم عالي، كذلك ربما ذهبنا باتجاه مفاعل ديمونة، وإذا نذهب باتجاه معامل الأمونيا، وإذا نذهب بمجال الطاقة والنقطة الاقتصادية والمعامل الاقتصادية الموجودة في الشمال، هذا بحد ذاته هو ينأى بإسرائيل بخسارة. الآن خبر عاجل، أصوات انفجارات مسموعة في حيفا، والأخبار تشير إلى أنها صواريخ بالستية. لما نذكر البالستي يأتي في بالنا اليمن، ممكن ردا على الهجمات الصهيونية اليوم إذا الخبر أكد 100%. نعم أكو فشغل لازم أيضا ننتبه لها في موضوع المقاومة وإمكانياتها. ربما لاحظ بعض القنوات الصفراء والعربية بصورة عامة يقول للدول المطبعة قناة العربية السعودية صورة عامة، يعني حتى لاحظ مقطع فيديو لقناة الجزيرة، هو المصور القناة ناصب الكاميرا على مقابل المبنى الاستهدف ويريد أن يوثق لحظات الاستهداف. عندما انتهى المراسم من تكرار الاستهداف أصيب الهدف. إذا هناك معلومات استخباراتية على اذهبوا وصوروا ووثقوا وإرسال معلومات. بصورة عامة المقاومة اليوم هي أقوى بكثير،
ودليل انه اليوم نتنياهو اصبح كالمجنون ولا يخضع الى كل القوانين، ولن عند انتهاء او ايقاف الحرب سيكون امام مسائل قانونيه ويذهب باتجاه مجرم حرب. نعم. المقاومة اليمنية شوف استطاعت أن تدخل بقوة. نقدر نأجل موضوع المقاومة اليمنية ننتقل أيضا لأن حقيقة تأخرنا على ست نسرين. علي نرحب بك من جديد ست نسرين. لا حقيقة حديث شيق يعني ضيفك تحيتي له يعني أستمع بإمعان لحديثكم. نتشرف بكم الاثنين. حياك الله. جدا. ست نسرين أمس هناك كانت اعتداءات صهيونية على سوريا. واليوم تقريبا ايضا هناك الدفاعات الجويه السوريه عملت في محيط دمشق، ممكن كان اكو اعتداء ولكن الاعتداء الثاني لم يتم تاكيده الى الان. بين الحين والاخر كل اسبوع كل شهر مره مرتين هناك اعتداء صهيوني على سوريا. ماذا يريد الكيان الصهيوني من هذه الضربات؟ هل هو متخوف من فتح الجبهه السوريه؟ حقيقة المتابع لكل الأحداث سواء الأخيرة أو فيما مضى يعرف تماما أن محور المقاومة محور متكامل متكاتف متساند متعاضد، وعلى رأس المقاومين في المنطقة المتاخمة لفلسطين هو الجمهورية العربية السورية. نعم. عندما دائما وأبدا أقول عندما ترى هذه الاستهدافات من الكيان الصهيوني الغاصب باتجاه الأراضي السورية فاعرف تماما أنه قد وجع، قد تلقى الكثير من الضربات المؤلمة التي نحن كدولة لا ضمن مواثيق الشرعية الدولية وغيرها ربما من الأفضل أن تبقى سرية وتبقى قيد الكتمان، وأنا صراحة لا أعرفها، ولكن نحن نعرف تماما أن الكيان الصهيوني الغاصب عندما يرد بهذه الوحشية ينطبق عليه نفيه لموضوع ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من يمسك نفسه عند الغضب، ولكنه ككيان صهيوني غاصب أثبت أنه لا يستطيع أن يمسك نفسه بسبب تكرار الضربات الموجعة له بالعمق على مختلف المستويات، والتي هو أضعف جدا من أن يعترف بها وأضعف جدا من أن يبين بها أو يدعي بخسائره، التي أنا أعتقد أن أعظمها هي الخسارة الكبيرة له فيما يخص حس الاستقرار وحس الأمان الذي لم يشعروا به يوما، فهم الكيان الطارئ على التاريخ والزمان والمكان والجغرافيا، ولكن ما حصل بعد 7 أكتوبر والذي سوف يكون هناك الذكرى السنوية له ضمن الأسبوع القادم يوم الاثنين يكون مر سنة كاملة عليه، فنلاحظ أنه لم يكن بيوم من الأيام مطمئنا في وجوده في هذه المنطقة، ولكن ما حصل ست نسرين أضيف لك الآن في نفسيات الفلسطينيين نعم. في ثقتهم بسياسيهم في ثقتهم بجنودهم في ثقتهم بجيش الاحتلال وبسياساته وبتوجهاته، وإذا أخذنا بالحسبان ولا نستطيع أن ننكر لأن الإنسان يجب أن يكون واقعيا ومنطقيا، نحن لا نجابه كمحور مقاومة الكيان الصهيوني الغاصب بهذه المساحة الصغيرة نعم. والعتاد والعدة والعتاد الذي يجب أن يكون متوافقا معه فهو قليل، نحن نجابه محورا كبيرا جدا من محاور الظلام العالمية وهو الولايات المتحدة الأمريكية التي تمد الكيان الصهيوني الغاصب بكل ما يحتاج إليه من أسلحة محرمة وغير محرمة، أسلحة فتاكة، تقنيات، تكنولوجيا وغير ذلك، تمده بالمال، تمده بالدعم وغيرها أيضا من الدول التي لا تصرح بهذا الدعم، والتي نأسف أن يكون بعضها من الدول المحيطة ومن الدول الشقيقة. نعم. ولكن نقول دائما أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كل واحد في محور المقاومة عامة سواء اليمنية أو العراقية أو السورية أو اللبنانية كل واحد فيهم
وخاصة اللبنانية هو حسب نصر الله بفكره وبمنهجه وبثقافته وبعقيدته، وكلهم قادة في الميدان وكلهم إيمان ويقين بأنه كما قال سيد شيخ المجاهدين عمر المختار، قال كلمة: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. ويكون وعليكم مجابهة الأجيال القادمة والأجيال التي تلي، أما أنا فعمري سيكون أطول بكثير من عمري شانك. فهذا كم حضرني هذا المقال البارحة. نعم. بعد زف نبأ استشهاد القائد بالضبط وشيخ بالضبط أحب في عصرنا الحالي أحبتي المشاهدين نصر. الآن أردنا أن ست نسرين عذرا لدينا خبر عاجل لأول مرة تقريبا منذ 7 أكتوبر يدخل البالستي اللبناني على خط المواجهة لأول مرة إطلاق صاروخ لبناني. لأول مرة إطلاق صاروخ بالستي من جنوب لبنان باتجاه الكيان الصهيوني لأول، وهذا المصدر إذاعة جيش العدو الصهيوني حقيقة، أرض من لبنان باتجاه حيفا. أكثر من مليون إسرائيلي حاليا يركضون نحو الملاجئ. خبر طن تقريبا 950 خبر كبير جدا. نعم هذا بارك الله العيد التي ضربت. تفضل نسرين. لن يكون رخيصا ابدا، وكما عرج ضيفك على شخصية صفي الدين القائد ايضا العظيم جدا، ربما لن يكون هو بدبلوماسية السيد حسن نصر الله الذي كان يدير المعركة، بحيث أنه يريد أن يكون هناك أقل الخسائر الممكنة البشرية وأقل الاحتمالات التي تعطي للكيان الصهيوني الغاصب ذريعة الدخول إلى الأراضي اللبنانية. ولكن بعد نعم. الذي حصل وبعد استهداف يوم الجمعة وهذه المخالفة الواضحة جدا واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، أصبحت سياسة الأرض المحروقة مطلوبة. أنا نعم. أراها أنها مطلوبة. نعم. رجاءً الآن أنتقل أعود لك ست نسرين، عذرا للمقاطعة، ولكن أيضا رأي الأستاذ مفيد السعيدي تغير كبير جدا. أنا لما سمعت الخبر صاروخ بالستي باتجاه إسرائيل كان الصهيوني عفوا، أنا رأسنا جاء في بالي اليمن، وأنا قلت لك نعم. اليمن، ولكن الآن حسب المصادر الصهيونية الإعلامية أنه إطلاق صاروخ بالستي أرض من لبنان اتجاه حيفا، تغيرت قواعد الحرب الآن بعد الاستشهاد. بالتأكيد شوف العدو يتكلم، احنا خلنا نتكلم وفق مصادرهم. يقول حزب الله يمتلك قرابة 100,000 صاروخ بالستي ومتطور ودقيق وعالي الدقة، هو يتكلم بهذا. وما كان في تلك الفترة كان مجرد دعم وإسناد، ليس مرحلة حرب اللي فترة اللي كانت قبل السيد تماما الشهير. كما قلت لحضرتكم نعم. أنه كان التصرف السيد حسن رحمه الله شيخ الشهداء المقاومين كان يتصرف بأن يكون هناك أقل الخسائر الممكنة من الأرواح البشرية في لبنان، وأقل يعني لا يترك، كان يحاول أن لا يترك أي ذريعة كانت لأن يكون هناك دخول واجتياح للكيان الصهيوني الغاصب للأراضي نعم. اللبنانية، فهو جزء من دولة وكان ليس فقط الجبهة التي يقاومها هي جبهة الكيان الصهيوني الغاصب، أيضا كانت التزامات سياسية، التزامات وطنية، التزامات قومية تجاه لبنان. ست نسرين ممكن أنت لا تشاهدي ما قاعد تشاهدين شاشة قناة الأيام؟ لا والله للأسف فقط الصوت للأسف. نعم الذي كان يتكلم هو ضيفي، سوف أفتح لدي. نعم الآن يتكلم ضيفي وسأكيد أعطيك المجال الكامل لإبداء رأيك. الآن دور أستاذ مفيد السعيد. نعم المرحلة السابقة مثل ما تفضلت ست نسرين هي مرحلة تكتيك، مرحلة ليس مرحلة الحرب، إعلان حرب رسمي كما اليوم ستكون مرحلة الحرب الرسمية والأخذ بثار الشهداء وثار السيد الشهيد، وكذلك تلقين الكيان الصهيوني درسا بليغا. إذن المرحلة السابقة مرحلة دعم وإسناد كان يسميها سماحة السيد، بأن هي ندعم ونسند جبهة هي من ناحية المناورة، لا تكون هناك قبال دولة وفتح جبهة على لبنان، لكن اليوم أصبحت لبنان في دائرة ليس في دائرة، وإنما هي مستهدفة، والاجتياح
على الحدود وحصرت ومنعت من نزول طيارات، ولاحظنا بالأخبار هناك بارجات تقترب من الموانئ اللبنانية. إذن ماذا ينتظر؟ إذن مرحلة الدعم والإسناد قد طويت، وفتحنا اليوم مرحلة الدفاع عن النفس ودفاع عن لبنان، أصبحت حرب مباشرة وحرب مباشرة. نعم. ما يخرج اليوم هو جزء بسيط، لم تصل إلى مرحلة الأعلى. أنا أقول لك التطور التكنولوجي لدى فصائل المقاومة بصورة عامة كبير جدا، ولذا اليوم أمس كانت هناك طيارات مسيرة وصواريخ لم تكتشفها صفارات الإنذار. صحيح. دقت على بعضها وبعضها لم تدق. هذا التطور. اثنين، التطور الأعلى هو استهداف المقر الكيان والأراضي المحتلة الموجودة في ظل منظومات دفاعية واستشعار وغيرها من الأمور التي هي كانت تطرشنا الإعلام بها وينفخون بالكيان. نعم، هناك فرق. نعم. بس فرق واحد أنا أحب قبل اتفضل. الفرق ما بين الجبهتين، جبهة تمتلك أخلاق الإسلام وجبهة تمتلك أخلاق يزيد ومعاوية. بالضبط. هل لديك أستاذ ممكن نستثمر وجودك أستاذ مفيد؟ نعم. الباليستي شنو فرق عن الصواريخ التي كانت تطلق سابقا من حزب الله الأمس أو الأمس الأيام اللي مضت الأسابيع؟ بصورة عام قوة تدميرية أكبر. نعم. تحمل رؤوس متفجرة أكثر. الصاروخ اليمن اليوم أمس كان وزن الرأس مالته طن ويمتلك بالمحركات وسرعته جدا عالية، يعني يفوق الصواريخ الاعتيادية والتقليدية. نعم. مساحته، لا تلاحظ مساحة من اليمن الى العمق الكيان الاراضي ب 11 دقيقه تقريبا، ب 11 دقيقه قطع مسافه 2000 كيلو و 1800 كيلو و 1200 كيلو. هذه مسافات يقطعها ليس بالقليل. لم تشهد القوى الصاروخية. ممكن في لبنان بسبب المسافه البسيطه قرابه ال 200 كيلو 150 300 هالبار، ممكن تزيد قدرات التفجيريه بتقليل القدرات الوصول او الموضوع حسب الهدف. نعم. الصاروخ اللي يطلق حسب الهدف، لم يطلقوا صواريخا جزافا يذهب باتجاه. لا انسى ايضا اليوم صواريخ الفرد الصوتيه لم تدخل من حزب الله، لم تدخل الخدمه، لا زال هذه الصواريخ معقده جدا. لو اعلم عن لو كان من فرد الصوت يختلف. لو كان لا يعني هذه الصواريخ دقيقة، حتى إذا استطاعت الدفاعات الجوية وأجهزتهم أن تستهدف هذا، فإن الشظايا صارت تكون هناك تأثيرات وهناك دمار سيحدث على بعض الأشخاص والمباني الموجودة. إذن اليوم هم دخلوا في ورطة، كان الأفضل وذهب الوقت. هذا دليل واضح أنه الآن حزب الله يمتلك أسلحة نوعية ويده أيضا أصبحت طولة بأي مكان في الكيان الصهيوني. بصورة عام اليوم أي دولة اليوم موجودة بالمنطقة تستطيع أن تضرب إسرائيل. حاجز الخوف قد انتهى. شوفوا أكو أحد الساسة من الكيان الصهيوني قال عندما كان في الفترة السابقة، تتحدث قبل 2006، عندما الرجل يتخاصم مع زوجته قبل أن ينام يذهب ويقذف صواريخ على لبنان وحزب الله، يستأنس بهذا، حرقته يذبها بهالمكان هذا. نعم. اليوم إذا أردنا أن نقصف حزب الله ندخل في عملية غرف تشريح وعمليات وردود قرارات سياسية وغيرها. حتى داخل الكيان هم اليوم غير راضين على قرار نتنياهو الإجرام باستهداف السيد نصر الله، لأن يعرفون استشهاد السيد حسن نصر الله واستفزاز حزب الله سيدخلهم في مواجهة تكون نهايتهم محتومة بها. نعم. أعود إلى الست نسرين علي لأعطيه الوقت اليوم. نعم. لإكمال حديثه، ولكن أيضا قبل إكمال الحديث أعود بسؤال مهم جدا الآن بدأ الآن يطرح. يعني اليوم أول أمس هي عملية استهداف السيد حسن نصر الله، أمس كان الإعلان الرسمي من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم وصلوا إلى الجثمان الطاهر للسيد حسن نصر الله، ممكن غدا أو بعد غدا سيكون التشييع الرسمي والمهيب في لبنان إن شاء الله. ماذا بعد هذا الموضوع؟ هل هناك رد موحد من جبهات المقاومة أو سيكون الرد منفردا من المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله؟ حقيقة من الذكاء بمكان في ظل حساسية الموقف والسعي دائما رغم أن الكيان الصهيوني الغاصب وداعميهم أبعد ما يكونوا عن الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات وكل ما يعنى بقواعد الاشتباك وغيرها، ولكن دائما وأبدا كان هناك لمحور المقاومة بكل مفاصل
نحط له موضوع إدارة المعركة بالشكل الصحيح من أجل أن يكون هناك الحد الأدنى من الذرائع التي تؤخذ على هذا المحور. لذلك أرى أنها سوف يستمر كما كان نهج السيد حسن نصر الله، سوف يستمر هناك إدارة للمعركة، ولكن كانت الأمور قبل استشهاد السيد حسن نصر الله كان الموضوع أنه كما قلت لك تنافس في من يسحب أو يجر الآخر إلى انتهاك يؤخذ كذريعة من أجل التدمير المطلق للكيان الصهيوني نعم. الغاصب باتجاه جنوب لبنان، وهذه الذريعة لم يقدمها حزب الله بذكائه وبحسن إدارته للمعركة، لم يقدمها أبدا للكيان الصهيوني الغاصب ولإداراته ولسياساته ولقياداته العسكرية، بل كان دماء السيد حسن نصر الله هي فداء لهذه الإدارة الحكيمة والرشيدة والصحيحة من وجهة نظري. ولكن كما قلت لك الأمور بلغ سيل الزبق، فأصبحنا بمرحلة أن الكيان الصهيوني الغاصب قد أخطأ خطأ فادحا جدا بهذا الاستهداف فعلا. لشخص وقيع السيد حسن نصر الله. وأنا أعتقد كما قلت لك وأعتذر أن الشاشة ليست ظاهرة عندي التي تعرضونها، لذلك لم أعش معكم اللحظات الفرح التي التمستها في أصواتكم والاعتزاز نعم. والفخر نعم التي يجب أن تكون في قلب كل إنسان كريم وكل إنسان شريف وكل إنسان فيه قليل من الحياء تجاه الوطن والأرض والعرض. لذلك أعود وأقول لك بأن سياسة الأرض المحروقة أعتقد هي التي سوف تكون الآن، وأعتقد أن كل نقطة من دم ليس فقط شيخ الشهداء المقاومين في العصر الحالي السيد حسن نصر الله، ليس فقط كل نقطة من دمه بل من دماء كل الشهداء على طريق القدس نعم. الذين كان توجيه السيد حسن رحمه الله بأن يسمى شهيدا على طريق القدس وكانت توصيته بهذه التسمية، كل نقطة من هؤلاء من دماء هؤلاء الشهداء من أصغر مقاوم ومقاتل إلى أعظم قيادي، وكم نفخر عندما نقول أن القائد كان ضمن كوكبة هؤلاء الشهداء، فكم هو عميق هذا اليقين. كل نقطة نعم. دم أعتقد أنها سوف يكون بمقابلها سنوات إن شاء الله، عفوا أيام وليالي، لأنه لن تكون هناك سنوات للكيان الصهيوني الغاصب بعد هذا التصعيد الكبير على الأرض الفلسطينية الحبيبة والشقيقة. وأعتقد أنه حتى لو لم يكن معلن هذا الترتيب والتآزر والإسنان نعم. الذي يتسم به محور المقاومة تجاه الرد الواضح والصريح للمقاومة اللبنانية على ما انتهكه الكيان الصهيوني الغاصب من محرمات على الأرض اللبنانية وعلى الدماء اللبنانية وعلى دماء المقاومين في حزب الله، أعتقد حتى لو لم يكن يعلن سوف يكون هناك إسناد مباشر وغير مباشر. نعم ست نسرين. لا نلوم أحد، لا نلوم أحد ولا نلوم الدول عندما تلتزم بالشرعية الدولية، ولكن عندما نقول حركات مقاومة فمساحة الحرية دائما بالحركة تكون لها مطروحة أكثر، تكون مطروحة أكثر. كما قلت لك الإدارة الرشيدة والحكيمة لساحة المعركة هي التي سوف تحكم الميدان فيما يخص محور المقاومة، ولكن فيما يخص المقاومة الإسلامية بأقل من دقيقة ست. فأعتقد أن أصبح لديه كل الحق بأن يرد النار بالنار وأن يرد الثأر بالثأر وأن يرد الصاروخ بالصواريخ، وإن شاء الله تعالى أنا أتمنى أن كل نقطة دم من دماء السيد حسن نصر الله يقابلها صاروخ باليستي باتجاه الكيان الصهيوني الغاصب ومستوطنه. إن شاء الله. كل التحية والشكر لك أكيد ست نسرين علي من سورة الباحثة بالشؤون الإقليمية والدولية، شكرا جزيلا. وكل التحية والشكر للأستاذ مفيد السعيد الباحث بالشأن السياسي، شكرا جزيلا. أحبتي المشاهدين، قناة الأيام الفضائية مستمرة بتغطياته للأحداث المتسارعة في المنطقة، ويا رب إن شاء الله النصر القائم والدائم إلى محور المقاومة في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان. أحبتي المشاهدين، هنا تنتهي تغطيتنا، انتظرونا بتغطيات أخرى. إلى اللقاء.